فلوس البن كيديهم زعطوط. وهذا المثال ينطبق على الوضع اللي كنعيشوه الان في هذه الضائقه الماليه وفي هذه الازمه اللي كيعيشها المغرب والمغاربه. تيجي رئيس الحكومه تيوجه واحد الرساله للوزراء والادارات العموميه والامرين بالصرف، يدعوهم الى التقشف وتزيير الصمته، بحكم ان الخزينه العامه ديال البلاد كتعرف واحد الانهاك وواحد الاجهاد مالي، وبان الفلوس بالعربيه تعربت راه ما كايناش. يعني هذه الرساله ديال التقشف هي في الحقيقه راه ماشي تقشف، لان راه دق السيف ضد المغاربه، حيت هذه الاحزاب اللي كتحكم دابا الان في الحكومه الثلاثه يعني يقدمون انفسهم بانهم غادي يجيبوا واحد الابداع وغادي يجيبوا واحد السير وغادي يجيبوا واحد طريقه واعره في تدبير الشان العام. فاذا بهم يعني في اول الامتحان واول تجربه تيمشيو للخابيه القديمه وتياخذوا ذوك الكلمات والمصطلحات اللي حنا كجيل يعني ملينا سماعها، فين ما كتحبس الشتاء، فين ما كتوقع شي ازمه ديال الجفاف، فين ما كتوقع شي ضائقه ماليه، الا وان الحكومات المتعاقبه يادوا يعني يدعون يعني الشعب المغربي الى التقشف. ولكن في الحقيقه اذا كان شي تقشف اللي خص يكون راه هو التقشف الدستوري. علاش؟ لان يعني في اوج هذا الخطاب ديال التقشف تلقوا بان مجلس المستشارين تيدير واحد الصفقه يعني خياليه ديال شراء 11 مرسيدس فاخره ب نصف مليار، وتلقاو البلديه ديال الدرميده تدير واحد الصفقه ديال مليار ونص تقريبا باش تدير السيارات للعمده والنواب ديالها، وقيس على ذلك باقي المؤسسات العموميه والشركات والجامعات الجماعات الترابيه. اذا كيف يعني ندعو الشعب الى التقشف والاداره يعني صاحبه القرار تعيش في واحد البحبوحة وتعيش في واحد الطرف اللي لا يتناسب مع الناتج الداخلي الخام ولا يتناسب مع الوضع المتأزم الذي تعيشه الخزينة العامة في البلاد؟ هذا من جهة. من جهة ثانية هو أنه هذا التقشف احنا ما بغيناش التقشف. لو خدينا لي شارج ديال الدولة يعني في الميزانية العامة ديال البلاد تلقاو لي شارج يعني كاملين، يعني الأجور، التسيير، نفقات الدين، الخدمة ديال الدين إلى آخره، كلها كطيح تقريبا واحد 530 مليار ديال الدرهم. فحيدنا النفقات اللي إجبارية وحيدنا النفقات اللي ضرورية، تلقاو واحد تقريبا واحد 20% من هاد لي شارج يعني كلها كتمشي في المعدات وفي النفقات الخاوية. إذا هاد لو شابيتر ديال المعدات والنفقات العادية تزاد مقارنه مع السنه الماضيه تزاد بواحد 9.8%، اي تقريبا يعني 5 مليار ديال الدرهم اللي تزادت. فلو حنا ما قلناش بان الحكومه والادارات والوزارات ينقصوا من هذاك المستوى البادخ ديال التدبير ديالهم، ولكن لو ان غير ما يزيدوش هذيك 10% كنا غادي نوفروا حنا كمغاربه غادي نوفروا واحد 5 مليار ديال الدرهم. واش كتعرفوا شنو هي 5 مليار ديال الدرهم؟ راه ما يجمع غير الفم، راه النص ديال التحويلات العمال المغاربه في الخارج السنة الماضية بلغت 10 مليار ديال الدرهم، هي اللي عتقات المغرب باش واجهنا المصاريف ديالنا من العملة الصعبة، أي نصف ديال تحويلات مغاربة العالم تزادت غير في النفقات الخاوية اللي كيعيشوا فيها كما قلنا هاد الوزراء وهاد البرلمانيين وهاد المنتخبين وغيرهم. فتخيلوا معي كما قلت لو ما تزادتش هذيك 10% هذيك 5 مليار واش دينا كل عام؟ عندنا واحد 100 فيلاج تقريبا يعاني من مشاكل متعدده في المغرب، وكل فيلاج قسمنا عليه هذيك 5 مليار ديال الدرهم، غادي تجي 5 مليون درهم لكل فيلاج. هذا فيلاج باغي لي بيست، هذا فيلاج باغي يحفر البير، هذا فيلاج باغي باش يحار البيوض لان عندهم مشاكل ديال النخيل ديال التمر الى اخره، هذا فيلاج عنده مشكل ديال دار الامومه، هذا فيلاج عنده مشكل ديال التعليم والنقل المدرسي الى اخره. ففي كل سنه غادي نخصوا هذاك الاعتماد، يعني في الولايه يعني البرلمانيه غادي نكون واجهنا الحاجيات الدنيا والكرامه وضمننا الكرامه للسكان ديال تقريبا 5000 فيلاج. اذا ها الكيفيه التي ينبغي ان تصرف فيها يعني هاد الموارد العامه ديال سميتو، وليس ممارسه هاد الرياضه الكسوله ديال نمشي للخابيه التي ناخذ منها هذوك المصطلحات اللي كانت كتعملها الحكومات السابقه باش نواجه الناس بالتقشف كما قلنا، ولا دق السيف ولا البوكس في الظلام مع الشعب المغربي.